السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Introduction للأورجانيك كيمستري. في المقدمة العامة دي هنتكلم عن بعض التعريفات الأساسية في الأورجانيك كيمستري والمفهوم بتاع الهيدروكربونز ومشتقات المركبات الهيدروكربونية، وكمان هنتكلم عن الستركشرال فورمولا اللي هو الصيغة البنائية للهيدروكربونز وإزاي ممكن نمثلها ونرسمها في صورة مركبات كيميائية عضوية. تمام، فنقدر ان احنا نحط definition للorganic chemistry ان هي علم دراسة المركبات الهيدروكربون. ومن اسمها الهيدروكربون ان هي عبارة عن هيدرو اللي هو الهيدروجين والكربون اللي هو الكربون element. تمام، فبالتالي انا في الorganic chemistry بدرس كل ما يتعلق ب الهيدروكربون and hydrocarbon compounds، يعني اي مركب هيدروكربوني بيتكون من كربون وهيدروجين او اي derivatives لمشتقات المركبات الهيدروكربونية دي، يبقى انا بتناول الهيدروكربون compounds والهيدروكربون derivative compounds اللي هي مشتقاتها زي ما نشوف دلوقتي. لما يدخل فيها او مع المركب الهيدروكربوني بيدخل عناصر تانية، فدي الفكرة بتاعت الأورجانيك كيمستري عموما، او بتدور حوالين ايه بالظبط، او اللي بيخليها مختلفة ايه عن الانأورجانيك كيمستري وعن دراسة باقي المركبات الكيميائية. تمام، طيب من حيث بقى الكيميكال بوندينج، في كل المركبات العضوية او الأورجانيك كومباوندز نقدر نقول حاجة مهمة جدا، ان كل المركبات الأورجانيك بتربطها تترافيلنت كربون أتوم، بمعنى إن أي كربون أتوم موجودة في الأورجانيك كومباوند ده لازم تكون بتربطها رابطة تساهمية رباعية الفالنسي. يعني أنا عارف إن الكربون أتوم بترتبط بأي عنصر تاني برابطة تساهمية رباعية التكافؤ. تمام، برابطة تساهمية، يعني مثلا لو ادي الكربون اتوم وارتبطت باي إليمنت تانية في الأورجانيك كومباوند لازم ترتبط معاه بتترافيلنت بوند، معناها ان هي رابطة تساهمية رباعية التكافؤ بالشكل ده. تمام، يبقى هنا بيبقى فيه مثلا هيدروجين وهنا هيدروجين وهنا مثلا ذرة هيدروجين وهنا هيدروجين. طبعا مش بالضرورة يكون هي الهيدروجين هو اللي بوندينج معاها في نفس الايه في نفس الكومباوند، ممكن يبقى في كومباوندز ثانيه، عفوا ممكن يكون في اليمنتس ثانيه غير الهيدروجين. فبالتالي يعني الشكل دوت اللي هو عباره عن CH4 اللي هو مركب الميثين. الميثين، تمام. يبقى دلوقتي عرفنا ان الهيدروكربون ده عباره عن اورجانيك كومباوندز بيتكون بيسيكلي من الهيدروجين والكربون. نقدر دلوقتي بقى نصنفه ل تو كلاسز. اول كلاس اليفاريك هيدروكربون، او دي اللي بنسميها الانسايكليك الغير حلقيه، يعني بيكون شكل التشين بتاعها اوبن ستراكشر زي شكل التشين بتاع الميثين اللي احنا شفناها دي ورسمناها، بيبقى ما فيش شكل السايكل او الحلقه اللي هنشوفها في السايكليك هيدروكربون. ودي كمان بنصنفها لتو كلاسز تانيين اصغر اللي هما الساتوريتد والانساتوريتد اليفاتيك هيدروكربون. يبقى الساتوريتد والانساتوريتد اليفاتيك هيدروكربون دي التو كلاسز اللي بتنقسم ليها الاليفاتيك. طب ايه الفرق ما بين الساتوريتد والانساتوريتد اليفاتيك؟ الفكره كلها في الساتوريتد بتبقى ما فيش عندنا باي بوند فورميشن، يعني مش بيتكون عندنا اكتر من 1 كوفالنت بوند ما بين الكربون اتوم وما بين اي اليمنت بترتبط معاه. ازاي؟ يعني مثلا احنا هنا شفنا في الميثين ان ذرة الكربون دي بترتبط برابطة احادية مع مين؟ مع الهيدروجين. زيادة عن السينجل بوند دي او الرابطة الاحادية دي بنسميها باي بوند. باي بوند دي يعني ممكن تكون رابطة مزدوجة دبل بوند، ممكن تكون تترا بوند يعني اكتر من اتنين، لكن الساتوريتد اليفاريك هيدروكربون بتبقى وان بوند بس هي اللي بتربط ما بين الكربون اتوم وما بين اي اتوم اخرى. تمام، دي اللي احنا بنسميها بشكل عام الالكينز.
اللي على وزنها بتبقى ايه؟ جايه الميثين اللي هو سي اتش 4 والايثين اللي هو سي 2 سي 2 اتش 6 الايثين، واللي بتكون الصيغه بتاعتها عباره عن سي ان اتش 2 ان بلس 2. فلو هنا فعلا شفنا ان الشكل او الصيغه الفورمولا بتاعه الايثين عباره عن فعلا سي ان اللي هي سي 2 اتش 2 ان بلس 2، يعني اتش 2 في 2 ب 4 زائد 2 6، هي برضو نفس القصه بالنسبه للميثين سي ان اتش 2 ان بلس 2. يبقى كل الالكينز بشكل عام بتعتبر ايه؟ بتعتبر ساتوريتد اليفاريك هيدروكربون. ده اول كلاس من التو كلاسز بتاعت مين؟ بتاع الاليفاريك. الانساتوريتد بقى بيكون في دبل بوند، زي ايه؟ زي الالكينز والالكاينز. الالكينز بيكون في دبل بوند، يعني في باي بوند. باي بوند قلنا يعني زياده عن وان سنجل كوفالنت بوند ما بين الكربون اتوم وما بين اني اتوم اخرى. فاما بيكون الكربون اتوم بترتبط مع اتوم اخرى زي الهيدروجين او اني واي بترتبط ب دبل بوند او تريبل بوند، تمام، زي الالكاينز. فدي بنسميها في الحاله دي او الكلاس دي بتسمى unsaturated aliphatic hydrocarbon بالظبط. فبيبقى شكلها عامل كده مثلا في الالكينز والالكاينز، الاثنين دول بيعتبروا ايه؟ الكينز والالكاينز، تمام. الالكينز عندنا زي ايه؟ زي الايثين او اللي بنسميه الايثيلين اللي هو C2H4، تمام، وزي كمان عندنا البروبين اللي هو C3H6. والالكاينز عندنا زي مين؟ زي الايثاين او اللي بنسميه الاسيتيلين، عفوا، زي الايثاين اللي هو C2H2، تمام. الاسيتيلين ده حاجه تاني، C2H2. وزي مين؟ البروباين اللي هو C3H4، C3H4 اللي هو البروباين. دي الصيغه بتاعتها بتبقى عباره عن CnH2n، ودي الصيغه بتاعتها بتبقى CnH2n ناقص 2 Cn، عفوا، CnH2n، ودي بتبقى CnH2n ناقص 2. خلاص، لو لاحظنا فعلا C2H2 يعني H4 ناقص 2 تبقى H2 في النهايه اللي هي الايثاين، تمام. فدي الالكينز ودي الالكاينز اللي هي بتعتبر unsaturated aliphatic hydrocarbon اللي هي الكلاس التانية based على البوند بتاعة الكربون اتوم مع الاذر اتومز، تمام؟ حلو جدا. اخر كلاس عندنا بقى اللي هي الاروماتيك hydrocarbon او اللي بنسميها الهيدروكربون الحلقية cyclic، تمام؟ الهيدروكربونز دي بتبقى الفكرة بتاعتها كلها في صورة سايكليك، مش في صورة تشينج، يعني في صورة سايكل حلقة مش في صورة تشين. ودي برضو بتنقسم الى ساتوريتد وان ساتوريتد. الساتوريتد معناها ان هي مفيش في السايكل دبل بوند، زي مثلا السايكلوبنتين اللي بيبقى شكله عامل كده، ده السايكلوبنتين بيبقى شكل الاتوم نفسها بتاعته عامله كده. طبعا كل كورنر في السايكل هنا بيمثل كربون اتوم، تمام. ده اللي هو الكيميكال فورمولا بتاعته C5H10 اللي هو السايكلوبنتين، تمام. في كمان عندنا السايكلو هيكسين اللي هو C6H12، C6H12 اللي هو مين؟ اللي هو السايكلوهيكسين، بيبقى شكله عامل كده، شكله بسداسي تحت الميكروسكوب، تمام، بالشكل ده. فده اسمه السايكلوهيكسين. ده بيبقى عبارة عن برضو أروماتيك هيدروكربون، وطبعا بيعتبر saturated. يبقى عرفنا معنى كلمة saturated in general، تمام، معناها ايه؟ معناها ان مفيش اي دبل بوند ما بين
الكربون اتوم، ادي الكربون اتوم وادي الكربون اتوم، مفيش اي ايه، وطبعا بترتبط هي بقى بهيدروجين تاني بعدها، خلاص مفيش اي دبل بوندنج ما بين الكربون اتومز والايه والاذر اتومز اللي بترتبط معاها. في بقى اروماتيك هيدروكربون، دي بتعتبر ان ساتوريتد، زي ايه؟ زي عندنا البنزين العطري او اللي بنسميه C6H6، بيبقى في الشكل ده C6H6، غير السايكلوهيكسين اللي احنا خدناه اللي هو C6H12 ده، لا ده C6H6 اللي احنا بنسميه البنزين العطري، اللي هو بيبقى شكل الايه السايكل بتاعته عامله كده، تمام؟ ده شكل السايكل بتاعه الانساتوريتد اروماتيك C6H6 اللي هو البنزين العطري، تمام. في برضه النفثالين وفي الهكسين وفي other types of unsaturated aromatic hydrocarbon، دي اللي هي الكلاس الثانيه من الهيدروكربونز. يبقى كده احنا عرفنا الهيدروكربونز بنقدر نقسمها لايه وانواعها المختلفه والكلاسز اللي بتنقسم اليها. بعد كده هنتكلم عن مشتقات الهيدروكربون، اللي هي بتكون ببساطه لما بيكون اي هيدروكربون بيحل محل ذره هيدروجين او ذرتين او اكتر في الكومباوند نفسه، يعني في الهيدروكربون كومباوند مجموعه وظيفيه، وهنعرف فيما بعد يعني ايه المجموعه الوظيفيه، وهناخد مثال عليها دلوقتي حالا. فبتبدا تكون هيدروكربون ديريفاتيف كومباوند او مشتق للمركب الهيدروكربوني ده. ازاي؟ ناخد اكزامبل فور انستنس، لما اخدنا المثال بتاع الميثين CH4 كان عبارة عن كربون اتوم مرتبطة ب 4 اتوم من الهيدروجين، تمام؟ لو حل محل ذرة الهيدروجين الرابعة مجموعة وظيفية اسمها ايه؟ اسمها مجموعة الكربوكسيليك اسيد، يعني هتحول الكومباوند ده الى كربوكسيليك اسيد. فبالتالي بيقول لي ان المجموعه الوظيفيه ديت لما هتحل محل ذره هيدروجين هيتحول الميثين دوت الى حاجه اسمها الفري راديكال او الى الميثايل. لما يرتبط مع كربون تانية، الكربون دي هترتبط بذره اكسجين وذره اكسجين، تمام، وهترتبط بذره هيدروجين، تمام، والبوند الرابعه اللي هتكون مع ذره الكربون اللي هي بتاعت مجموعه الميثايل، فهتكون حاجه اسمها الكربوكسيليك اسيد، تمام. الكربوكسيليك اسيد دوت اللي هو زي ايه عندنا في الحاله دي، اللي هي CH3COOH، اللي هو الاسيتيك اسيد او حمض الخل اللي مستخدم في المنازل طبعا، بس بيكون بتركيز خفيف جدا. هي دي بيعتبر هيدروكربون ديريفاتيف او مشتق للمركب الهيدروكربوني. ان انا عندنا كان في مجموعه فري راديكال اللي هي ار نتجت من احلال السي او 2 اتش جروب لذره هيدروجين، تمام. فبالتالي لما طيرت ذره الهيدروجين ديت وارتبطت هي بمجموعه الميثايل ديت، لما ذره الهيدروجين طارت ما اصبحش اسمه ميثين بقى، خلاص ما بقاش اسمه ميثين اللي هو يعتبر الكين، لا ده بقى اسمه ار او فري راديكال يعني سيمبل، يعني بقى اسمه ميثايل. كذلك برضو لو كان اسمه سي 2 اتش 6 اللي هو الايثين وطارت منه ذره هيدروجين وارتبطت معاه مجموعه زي مجموعه الكربوكسيليك اسيد دي، فهيبقى اسمه سي 2 اتش 5، يعني هيبقى اسمه ايثايل، تمام. الايثايل دوت لما بيرتبط مع سي او 2 اتش هيديك برضو كربوكسوليك اسيد اسمه الايثانويك اسيد، وهكذا اند سو اون. يبقى دي اسمها مجموعه الكربوكسوليك اسيد، تعتبر من الهيدروكربون ديريفاتيف. قيس على ذلك عندنا انواع كتيره من الـ المشتقات للهيدروكربون كومباوندز، زي مجموعه الاستر، زي مجموعه الكيتونز، الالكحولز اند سو اون، طبعا ان شاء الله هناخدها بالتفصيل وهنمر عليها في الكورس.
هو بس في تعديل بسيط هنا، ان المفروض ان الاكسجين ثنائي الفالنسي، ثنائي التكافؤ، فبالتالي ما ينفعش يرتبط مع ذره الكربون ب 1 بوند بس، فبيبقى شكل مجموعه الكربوكسي دي او الكربوكسيليك اسيد دي بيبقى شكلها عامل كده، بتبقى عباره عن ادي ذره الكربون دي تمام اهو، وهنقول هيبقى ادي الاكسجين وادي الهيدروجين، وهترتبط مع ذره الكربون الثانيه في المجموعه دي اللي هي مجموعه الفري راديكال او الميثايل تمام، وهيبقى عندنا هنا ذرة الأكسجين التانية كده، يعني هتكون بالشكل ده، بالشكل دوت، أدي ذرة الكربون بتكون هنا خلاص في النص اللي هي البوينت بتاع نقطة التقاطع ده، ترتبط مع ذرة أكسجين بدبل بوند، لأن زي ما قلنا إحنا إن الأكسجين أتوم عبارة عن إيه؟ عبارة عن أو هو ثنائي التكافؤ، الذرة بتاعته ثنائي التكافؤ تمام؟ وذرة الأكسجين التانية هترتبط مع مرة بالكربون، يعني بوند مع الكربون، والبوند التاني مع الهيدروجين، والبوند التالتة دي اللي هتبقى البوند الرابعة بقى بتاعة الكربون اتوم دي، هترتبط مع الايه؟ مجموعة الفري راديكال او الميثايل او الايثايل او البروبايل ايا كانت بقى ايه. فدي مثال للايه؟ للهيدروكربون ديريفاتيف، المشتق او بعض مشتقات الهيدروكربون زي الايستر، زي الكيتون، زي الالدهايد، زي ما هنشوف حاجات كتير، الامايد، هنشوف ان شاء الله باذن الله الحاجات طبعا دي بالتفصيل يعني لما نمشي شويه قدام في الكورس. دي الفكره كلها، كانت مقدمه عامه عن الكورس بتاع الاورجانيك كيمستري. شكرا والسلام عليكم.